أعزائنا المشاهدين، أهلا وسهلا ومرحبا فيكم، بالشوق نرجع لكم وبالمحبة نلقاكم، وبكل الود والاحترام نكون معاكم في المجلة السعودية وحلقة جديدة، وحياكم الله. أذلك وأجاعك وأطعمك المن الذي لم تكن تعرفه ولا عرفه آباؤك، لكي يعلمك أنه ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان، بل بكل ما يخرج من فم الرب يحيى الإنسان. ثيابك لم تبل عليك ورجلك لم تتورم هذه 40 سنة، فاعلم في قلبك أنه كما يؤدب الإنسان ابنه قد أدبك الرب إلهك. تثنية 8 الآيات 3-5. هذا جواب للي يسأل ليش أنا أسقط، ليش أنا أفشل، ليش أنا ما تمشي أموري، ليش أنا لا أتورط بمشكلة، ليش أنا يصير معي حادث، ليش أنا مرتي ما تبيني وتطلب الطلاق أو الانفصال، ليش أنا؟ الجواب بكل بساطة، ربنا ما يجرب بالشر، لأن كل الخير يجي من عند ربنا، لكن الشر يجي نتيجة عواقب أفعال الإنسان، فيستخدمها الرب علشان يعلمك أنه ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان، بل بكل كلمة تخرج من فم الرب. طب إيش يخرج من فم الرب غير كلمة الرب؟ كلمة الحياة. المسيح هو كلمة الحياة. إذن كلمة الرب بها حياة وحل جميع مشاكلك. أنا أشهد بصدق أقوال الرب اللي أطعمني المن. المسيح هو المن، المسيح هو الخبز النازل من السماء. لما كنت لاجئ بالأردن وثيابي ما تبلى وعيالي وثيابهم ما تبلى، كنت أسأل نفسي كيف لا تبلى الملابس؟ هل ملابس الأطفال مثلا تكبر بالحجم لما ينمو الطفل؟ لكن من خلال خبرتي مع اللجوء كنت أعطي ملابس الابن الأكبر أو الابن الأكبر للأصغر، وكانت فترة 3 سنوات لجوء في الأردن شغلتي طول الليل والنهار بس أقرأ الكتاب المقدس ليل ونهار. وهكذا كان الرب يعلمني وأنا في أرض غربتي، وكنت أبارك زوجتي وعيالي بكلام الرب اللي علمني إياه. ولما انحان الوقت دخلت إلى أرض ميراثي. الرب صالح، الرب صالح جدا، وأشكر الرب على جميع إحساناته وتأديباته. وبالفعل أستطيع أن أقول ونحن نعلم أن كل الأشياء تعمل معا للخير للذين مين؟ للذين يحبون الله، الذين هم إيش؟ مدعوون حسب قصده. رومية 8:28. عزيزي المشاهد، عزيزتي المشاهدة، الشيء الثاني اللي حيصير بعد أن تقرر من نفسك أنك تشارك هذا المقطع الآن مع أصحابك وأهلك على كل وسيلة تواصل اجتماعية متوفرة لديك، هو أنه احتمال كبير أنه يقرأ أو يطلع عليه أحد ويتعزى ويتبارك ويمجد الرب وتعطيه قوة تحمل في تجربته اللي يمر فيها الآن وتساعده، أنت تكون سبب مساعدته ويكون هو عم يطلب الرب، وتكون انت السبب في هذه الصلاة حقته انه الرب يستجيبها من خلالك. شارك الآن وكن مثل إبراهيم الذي باركه الرب وكان سبب بركة للآخرين
وباركناكم من بيت الرب. آمين. فرح قلبي.
فرح قلبي اللي كان حزين فرحة أسير ونفك قيدة خليقة جديدة جديدة خليقة جديدة خليقة جديدة أنا في المسيح المسيح خليقة جديدة خليقة جديدة خليقة جديدة أنا في المسيح خليقة جديدة الأشياء القديمة قد مضت والكل صار جديد سيرة الماضي الأثيمة انمحت صرت إنسان سعيد الأشياء القديمة قد مضت الكل صار جديد سيرة الماضي الأثيمة انمحت صرت إنسان سعيد سعادة الطفل في يوم عيدة خليقة جديدة 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 هذه صورة من؟ والله ما أعرف. هذه صورة من؟ وين؟ هذه صورة من؟ هذه والله ما من صورة من؟ تكلم معي. صورة من؟ ما أعرف. صورة من؟ صورة من؟ تكلم معي صورة من؟ ما أدري والله يقول صورة من بس ما أدري أعرف. من من؟ ما أدري والله عشان. أنت هنا في السعودية ما 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 تركب لي أي حاجة صح؟ صح. وقف عند دوري وقف عند دوري. خلاص الله. وقف عند دوري. وقف عند دوري الله يرحمه وقف عند دوري اقول جد الله يرحم والدك والله لا طالب منك والله طالب من عندك لا. من عندك والله لا. الله يرحم والدك ان شاء الله وتحصل في الجنه ان شاء الله قصر طالب منك والله يتكرر هالشيء اذا يتكرر ان شاء الله اقص لساني اقص لساني والله اذا يتكرر هالشيء أعزائي المشاهدين اليوم حنتكلم عن مشكلة موجودة عندنا مشكلة التعصب الديني وطريقة الحوار مع الآخر كيف يمكن العيش في القرن 21 بهالعقلية في آية بالكتاب المقدس تقول سيخرجونكم من المجامع بل تأتي ساعة فيها يظن كل من يقتلكم أنه يقدم خدمة لله
يوحنا 16:2. يا جماعة الخير، المسيح تبارك اسمه كأنه عايش معنا هذه الأيام وشايف إيش داعش وجبهة النصرة والإخوان وجيش الإسلام ولواء التوحيد وإلى آخرهم من هذه الأسماء، كلهم إيش عم يسووا من هالخرابيطة دولة، كلهم إيش عم يسووا الآن. اليوم حنتكلم عن مشكلة المشاكل، مشكلة تمنع السعوديين من التطور، مواجهة العالم الخارجي والتنور، مشكلة التعصب الديني. التعصب هو أنك تنظر بأن كل الناس على خطأ وأنه أنت الوحيد على صواب. هذه الآفة موجودة في مجتمعاتنا العربية وخصوصا عندنا بالسعودية، فتجد المسلم يكفر غيره وإذا تخاصم مع مسلم مثله يكفره أيضا. من وين هذه المشكلة دخلت علينا؟ من وين هذه المشكلة دخلت على الشعب السعودي الحبيب؟ طيب، واضح أنه الدين والسياسة لعبوا دور في السيطرة على الشعب الحبيب. المسيح تبارك اسمه يواصل الحديث لنا ويقول من خلال سليمان كاتب سفر الأمثال بهذه الآية اللي تقول: توجد طريق تظهر للإنسان مستقيمة وعاقبتها طرق الموت، أمثال 14:12. كمان شوف إيش ينصحنا المسيح وكأنه عايش بيننا اليوم. فهذه الآية تقول: فكل ما قال لكم أن تحفظوه فاحفظوه وافعلوه، ولكن حسب أعمالهم لا تعملوا، لأنهم يقولون ولا يفعلون، فإنهم يحزمون أحمالا ثقيلة عسيرة الحمل ويضعونها على أكتاف الناس، وهم لا يريدون أن يحركوها بإصبعهم، وكل أعمالهم يعملونها لكي تنظرهم الناس، فيعرضون عصائبهم ويعظمون أهداب ثيابهم، ويحبون المتكأ الأول في الولائم والمجالس الأولى في المجامع والتحيات في الأسواق، وأن يدعوهم الناس سيدي سيدي. هذه الآية من متى 23 الآيات 4-7. بالله يا عزيزي المشاهد، هذا ما يذكرك بشيء؟ المطاوعة، يحبوا الناس يقولهم يا شيخ يا شيخ. الشيوخ يدعون للقتال في سوريا مثلا وغيرها والعراق، وتلاقيهم جالسين يجاهدون بلندن. أخوي وأختي، الشيء الثاني اللي حيصير بعد ما تتجنب تدليس هدول الشيوخ عليك وخداعهم لك، هو أنك حتكون قادر تفكر بنفسك وتأخذ قرارك بنفسك وتقبل المسيح مخلص شخصي لحياتك، بما أنك قررت من نفسك بأنك مهتم بحياتك الأبدية وعرفت بنفسك أنه الخلاص فقط في المسيح. ببساطة اطلب المسيح الآن كرب ومخلص. تعالوا يا جماعة الخير ونصلي ونطلب المسيح مع بعض. يا رب يا يسوع، نعظم اسمك مقدسك لك كل المجد. يا سيد العظيم، اجعلنا في حزمة واحدة، احزمنا يا رب من شمال البلد لجنوبها ومن شرقها لغربها وكل من مقيم بهذه الأرض الطيبة. يا رب اجمعنا في المسيح يسوع، اصرف تدليس هدول المنافقين وهدول اللي يحبوا المتكئات الأولى في المجالس، ابعدهم عننا يا رب، وما يكون لهم أي سلطة علينا وعلى شبابنا وعلى حريمنا. يا سيد العظيم، أنت فقط يا سيد العظيم تملك وتحمي وتخلص شعبي كله من الشمال للجنوب ومن الشرق للغرب. جاي وحاطط شعبي يا رب أمانة بين يديك، وأنت ما تضيع الأمانة. اسم يسوع المسيح له كل المجد، آمين. يا الله باسمك خلصني وبقوتك أنصفني، يا الله اسمع صلاتي واصغى إلى كلامي، لأن غرباء قاموا علي وعتاتم يسعون إلى قتلي، وما خلوا الله قدام عيونهم. هو ذا الرب معيني والسيد الرب عاضدي، يرد الشر على عدويني وبحق عدلك استأصلهم. طوعا أذبح لك وأحمد اسمك يا رب لأنه طيب، فإنه نجاني من كل ضيق وشفت بعيوني اللي صار لعدويني.
أعزائي المشاهدين، وصلنا الآن لفقرة الاختبارات وكلنا ننتظرها بحماس. هذا الاختبار وصل من الأخ علي من السعودية، يقول: سلام ونعمة معكم جميعا. أصررت أن لا أكتب رقم هاتفي لأسباب أمنية لأني أعيش بالسعودية. لقد آمنت بالرب يسوع قبل حوالي 6 أشهر. عدة مرات في بداية إيماني بالرب يسوع كنت مؤمنا حقيقيا، لكن بعد فترة بدأ إيماني يضعف مع الوقت ولم أعد أصلي يوميا. أريد أن أعود كما كنت سابقا، أريد أن أعود للمؤمنين وأصلي. أطلب منكم أن تصلوا لي، فأنا أؤمن أن الصلوات لها قوة خفية لا نعلم سرها، وأتمنى أيضا أن تصلوا من أجل أهلي لكي يؤمنوا بالرب يسوع. أحبهم جدا، لذلك أريد مساعدتهم. آمين أخوي علي، أنت إحنا نصلي لك، وأنت أيضا صلي، لأن الرب يسمع لك وبيحبك وبيسمع سؤال قلبك، وحط أهلك وحطك وحط كل من هم أصحابك وحولك أمانة بيد الرب يسوع المسيح، يكون أنت سبب بركة لهم. آمين. يعتبر الهجوم أفضل وسيلة للدفاع، والتعميم أفضل طريقة للتبرير. يعني إذا فيني عيب فكلكم عيوب، وإذا كنت أنا سارق فكل الناس حرامية، وإذا أنا متوحش فلأني عايش وسط ذيابه، وإذا كنت كذاب فلأن الصدق غير موجود أصلاً. وللأسف هذا التفكير مش صادر من شخص ناوي يتغير، لكنه صادر من شخص مقتنع بنفسه وراضي بأفعاله وناوي يستمر، لكنه يحتاج حجة ومنطق يبرر فيهم أعمال الوحشية تجاه الآخرين. يبي يقنعك إن في القصاص حياة، وفي الحرب سلام، وفي الهجوم على الأبرياء دفاع عن النفس، وفي الظلم حكمة، وفي العداوة محبة، وفي السيف رحمة، وفي الدنيا إنسانية، وفي الغلط صح، والمطلوب منك تقبل وانت ساكت. هذا منطقه وهذا إيمانه، شايف إنه خليقة، إنه شايف إنه خليفة الله في الأرض، وأكبر مبرراته إنه ينفذ أمر الله في خلقه. مقتنع إن كل الأديان تحمل نفس الأفكار، مش بس دينه، كل الأديان فيها قتل وذبح وتكفير وحدود وجزية وجهاد وردة، وكلهم يسلبون المرأة حقها وأكثر بكثير جدا. صعب عليه جدا يجمل صورته، فيحاول تشويه صورة الناس، وبنفس الأسلوب والمنطق يطلع لنا كل يومين واحد في الإعلام ويدعي إن مش بس عندهم فيه قتل وتكفير واضطهاد، لكن حتى المسيحية فيها نفس الشيء بل وأكثر. طيب أنت من فين جبت إن المسيحية فيها كل ذا الكلام؟ يعني هل أنت مسيحي مثلا؟ هل تعرفت على المسيح؟ هل قريت الإنجيل طيب؟ هل عمرك سمعت عن رجل دين مسيحي أباح دمك أو عرضك أو فرض عليك الجزية؟ هل الحال في جعل صورتك مقبولة أنك تشوه صورة المسيح؟
ممكن نعرف فين شفت أن المسيحية تكفر غير المسيحيين؟ أو أنت كذا من نفسك قررت أن المسيحية كذا فهي كذا وخلاص، ما لقيت حل لمشكلتك إلا أنك تتهمنا أن إحنا مثلك. ليش مش هاين عليك الناس تعرف الحقيقة؟ ليش صعب عليك تقبل حقيقتك؟ ليش مانع الناس تتعرف على المسيح؟ ليش مش قابل تفهم أن المسيح رحمة؟ المسيح محبة، المسيح عدل، المسيح يحبك وأمرني حتى وإن تكرهني أحبك. المسيحية خالية من مشاعر الكره تجاهك أو تجاه أي إنسان ثاني مهما كان أو مهما كان منه. وعلى فكرة ترى ما في شيء اسمه تكفير أو كافر في المسيحية، وكونك غير مؤمن باللي أنا مؤمن فيه ما يعطيني الحق أني أقتلك أو أجرحك أو حتى أأذيك. ومن فهمك أن المسيحية تقتل المرتد؟ أو مين قال لك أصلاً أن في شيء في المسيحية اسم الردة أو حد الردة؟ كل إنسان يا أخي حر في اختيار دينه وعقيدته، وترى المسيحية مش في حاجة تفرض نفسها على أحد أو تشتري ناس، وترى المرأة حقها في المسيحية مصان مثل حق الرجل بالضبط، ما ينقص من حقها شيء، الاثنين متساويين عند الله، شركاء لكل واحد منهم دوره ومهمته في الحياة. والعالم كله يشهد أن كل ما وصلت إليه المرأة اليوم من مكانة وحقوق كان بفضل تعاليم السيد المسيح اللي كانت واضحة في تغيير حال المرأة في العالم قبل مجيئه وبعده. المسيحية بريئة من الكره والحقد والدم والخصام. المسيحية مش تعاليم بشر عشان تغلط أو تميز، المسيحية تعاليم إله حي محب وعادل. المسيحية خالية من تعاليم الفرض والغصب والأجبار. المسيحية أفعال مش شعارات. رجاء أن تعرف على المسيحية بجد، بلاش كذب وافتراءات. ونصيحة، بدل ما تضيع وقتك تشوه تعاليم المسيح حاول تتعرف عليه أكثر وتتقرب منه. تعب نفسك شوي أو خلي كلامك مرجع على الأقل عشان نعرف إحنا بعد نرد عليك. أتمنى تكون عرفت إيش المسيحية وإيش علمني المسيح. وفي الختام أشكركم على المتابعة، وأتمنى لقائكم الأسبوع القادم على خير. في أمان الله.